ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفي مساء يوم الاثنين في الجزائر مغني الراي الشاب هواري منار بشكل مفاجئ، وتتضارب رواية أسباب وفاته، بينما تذكر مصادر أنه كان يجري عملية شفط دهون ومات تحت تأثير التخدير، وتقول رواية أخرى أنه مات بسكتة قلبية وهو يجري عملية تجميل. وستبقى الرواية المتضاربة لسبب الوفاة سيدة الموقف إلى أن تحسم الجهات الرسمية في الجزائر الأمر في بيان، حيث ما زالت وزارة الثقافة تلتزم الصمت حيال رحيل الفنان الشاب. وفي آخر ظهور لها، نشر الشاب الراحل هواري منار قبل 3 أيام صورة على حسابه بموقع الإنستغرام وهو يجلس مع صديق له في أحد المطاعم. وولد هواري منار وترعرع في مدينة مارسيليا الفرنسية التي تقيم فيها جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية، وعاد إلى بلدة الجزائر قبل سنوات، حيث عمل في ملهى الليلي بمجمع المنار السياحي الشهير على شاطئ مدينة وهران. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.